السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير حبايب قلبي. أدري أني أطول بالمقاطع ودائما تأخذ بعد أسبوع أو أسبوع ونص عشان أنزل فلوق ثاني بسبة أشغال، مرات أكون كسول، يعني عذروني نفسية ماشي. هذا الفلوق أكثره سكتشات. المهم حاب أقول لكم أبنزل بعد الفلوق هذا حفلة تخرجي، العيال ما قصروا حبايب قلبي، أسعدوني بالسبرايز حقهم. بعد فلوق حفلة التخرج آخر فلوق ماليزيا، وكذا شطبنا من هناك وإن شاء الله نفضى فلوقات هنا بالاستراحة. ولا تنسونا بالدعم وصباح الخير. واليوم رايحين على جاكرتا، الوداع بونشاك الحبيبة. أمس طلعنا بالدبابات بس ما قدرت أصور لأن أنا اللي أسوق، وما قدرت أمسك الكام لأن في تفتيش وزحمة، فطلعت البراشوت وصورت دوم كاميرا جوبرو 4K، حنزل لكم بالفلوق. أوكي فيديو، خلاص شكو خلاص فيديو. سوي بسم الله. يلا بسم الله. يلا شباب تبغوا شيء؟ روح كذا. تبغوا شيء؟ ها؟ تبغوا شيء؟ روح كذا. يلا يا هو. دقيقة هو والله. كذا. أقول لك والله من الركب جات. وبالركب جاهز، اقول لك مظبوط شغال. بعدين من فوق شغال، شغل يمين يشار فوق هذا كيف في معلوم في معلوم في تتحرك. ولا اقول لك انت صور صور، ابغى الذاكره كلها تبتلي بسرعه. ياهو مع السلامه. اشوفكم تحت. ها ورا فين؟ امشي اركض. ها والله امشي بعدين اجري. اجري متى ينقص؟ متى ينقص؟ بسرعة متى ينقص؟ معلم. بسم الله بسم الله توكلنا على الله. بسم الله بسم الله. انقص قول لي متى ينقص. ها قول لي متى ينقص. ها يلعن ابوك يا مكاني. يا ويلي يا ويلي يا ويلي انطر دينك يا جاي. الله الليل خالي انطر دينك. انطر دينك والله معلم. العلم ليشك مش بو كده هزاز. ها كلم يا معلم طمني بس شوية طمني. السلام عليكم. اوه انت كيف معلم؟ انت كم سنة انت معلم؟ ها 19 سنة؟ 15 سنة معلم؟ يا ويلي يا ويلي. أنا الحين حنروح هناك. أنا الحين حنروح هناك. حنروح هناك يا عيال، حنوصل هناك. خذ فرة قلنا. فرة كذا يعني فرة كذا خفيفة لطيفة. يا ويلي يا ويلي يا يمه يا أمي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حال طيبين؟ عساكم خير. يا ويلي يا يما يا البليسك يا هدي الشفك اطرى فوق فرفر 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 يا حبي. واهو لا 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 ما في كده، ما في لعب كده. سوية سوية ما في لعب كده. يمين يسار يمين يسار في خطر، في ديه بعده بيموت والله بيموت محمد. والله شعور لا يوصف يا خوي. انا ما ودي اطير. صقر 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 جنبنا. اوه صقر ايش بك انت؟ اليوم طلت من هناك، اليوم من هناك يا عيال. يا ولد الوليد يا ولد ايش بك؟ يا ولد ايش بك؟ اوه 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 ها يرجع. ارفع رجول ارفع رجول ما عليك يا البليش. يا ولد يا ولد يا ولد والله اللي خايف والله اللي خايف يا عيال.
حبيبي ترمى كثير شومه شومه والله يا شعور اللي يوصل. ايش في طير هنا ولا ايش؟ مربط والله مربط انا حبيبي. اخيرا اخيرا نزلنا من فوق من فوق من هناك يا لطيف. يا حبيبي انصر دينك اتصور يا شيخ خلاص المكازي سما سما. اسعد الله صباحكم، صباح الجمعة، صباح النشاط والحيوية. رايحين نصلي صلاة الجمعة. Kalau seandainya makhluk di dunia ini sudah tidak berpacu lagi kepada koridor ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. توجيهين على شكرت الآن. أنا أحس من الخطبة كلها يعني بالأندنوس، بس ما شاء الله عليه الخطبة الثانية يتكلم عربي. الحمد لله على السلامة وصلنا جاكرتا. والله يا شو جاكرتا حرارة. لما نزلت من بونشاك وصلت جاكرتا ما قدرت أصور أي حاجة إلا مطل من نفس الفندق. حرارة زحمة نفسيتي انسدت للتصوير. الآن وصلنا كوالالمبور ماليزيا. أمس كنت بحديقة سن واي لاغون. أنتوا تعرفون كلها ألعاب مائية، ما يمديك تمسك الكاميرا، بالقوة مسكت الجوال. حتى بعض الألعاب ما خلوني أمسك الجوال، ردوني قالوا ما يمديك تخش فيها. هذا اليوم الثاني اللي في كوالالمبور، والآن رايح على KLCC. ترشيب معاه. This my friend. No problem. 2, 3, 4. Thank you. Awesome. Thank you. اليوم ما في نصيب لنا نطلع فوق لان جينا متاخرين، وقالوا لنا الساعه 8 تطلعون، هذا اخر موعد. فتطلع الساعه 8 ايش تبغى؟ ما تشوف شيء. ما حلفنا حظ نطلع البرج، خساره. ان شاء الله المره الثانيه اذا في فرصه بكره نطلع. بالنسبه لسفرتي من اندونيسيا لماليزيا كلفتني 200 ريال روح وجيه مع 20 كيلو وزن روحه وجيه. انا قاعد بماليزيا تقريبا 4 ليالي بعدين راجع جاكرتا. حبيت اغير من اندونيسيا الى ماليزيا من ناحيه القرب، يعني كان ودي اروح لانكاوي، كان ودي اروح بينينغ، بس ما حلفني الحظ لان الوقت مره قصير.
يوم الجمعة طيارتي على السعودية، باقي لي يومين من الآن. بكرة إن شاء الله رايح الجولة مرتفعات جنتينغ وأشياء ثانية، برنامج أعطوني إياه من نفس الفندق، فرايح لهم إن شاء الله. See you later. Yes. Okay. خلعتك؟ يقول الأشكال اللي زيك ينزلون تحت. بعطيكم معلومة، احنا اللي احنا طلعنا ولسه هي تحت الصيانة. نقول انتهى. If it is priceless, I promise I won't put in the music before my sanity. Send you a lullaby with alliteration and empathy. The lack of recognition is starting to fuel my energy. You know you made it when you receiving hate from an enemy. Your enemies was never an option. Here's a synopsis that I'm knocking out whoever you considering it loud. And we just trying to give you something you remember. We the illest.